دكتورة، كيف تبدو الزيارة وأهداف الزيارة ونتائج التي يمكن أن تخلص منها، وأيضا دور مصر هنا المهم في الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ معنا هاتفيا من نيويورك الأستاذ أحمد باشا، رئيس تحرير روزا اليوسف. أهلا بك سيد أحمد. وهنا زيارة مهمة جدا حقيقة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. هنا مصر دائما والرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص منذ مشاركته الأولى في مثل هذه الاجتماعات المهمة على ترسيخ علاقات دولية تعتبر أكثر توازنا فيما بين مصر والدول الأخرى أيضا. إذا ما أهمية هذا الموضوع وهذه المشاركة أيضا للرئيس السيسي؟ أولا بحي حضرتك والسادة المشاهدين متابعينا من مصر. حقيقة الأمر نحن أمام عرس سياسي، يمكن إحنا سبقنا سيادة الرئيس بيوم، بمجرد وصول سيادة الرئيس تشعر وكأن مدينة نيويورك تغيرت وكما لو كان احتلها المصريون. استيقظت نيويورك اليوم على هتاف تحيا مصر، حيث وصل الرئيس السيسي في الساعة 6 صباحا بتوقيت نيويورك في ساعة مبكرة جدا، ورغم كده كانت الجالية المصرية قضت ليلتها في انتظار الرئيس منذ أمس ليلا حتى الصباح الباكر، وطافوا بأتوبيس وحافلة عليها على مصر تحت هتاف تحيا مصر، وكان الأمر مسار استغراب ودهشة المواطنين الأمريكيين. لا شك أن هذه الدورة تحديدا مهمة بشكل كبير للدولة المصرية، خصوصا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية منذ ثورة 30 يونيو تنتهج سياسة دبلوماسية تقوم على بناء علاقات متوازنة فيها من الندية مع القوى العظمى والإقليمية، تراعي المصالح العليا للدولة المصرية. وكان الهدف الاستراتيجي للرئيس عبد الفتاح السيسي تكوين شبكة علاقات دولية متشابكة ومعقدة وقوية تساعد على تمرير المصالح المصرية، فانفتحنا شرقا وانفتحنا غربا وشمالا وجنوبا. وكيف أن هذا يؤكد أيضا سيد أحمد على أن مصر حقيقة يعني تتميز بتكريس سياسة خارجية نشطة تتبناها الدبلوماسية المصرية؟ حقيقة الأمر أن أحد أهم يعني ثوابت أو الحاجات اللي نجحنا فيها في ثورة 30 يونيو هي التركيز على استقلال القرار المصري، كذلك كسر المجال الحيوي للحلفاء والأصدقاء وخلق مساحات جديدة من الأصدقاء والحلفاء في مناطق أخرى ومراكز نفوذ دولية أخرى، ربما كانت مثلا على سبيل المثال تواجدنا في مجموعة البريكس، تواجد مصر أيضا في فيشغراد، اليوم نحن في الغرب حيث الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الأمور ربما تساعد على تمرير المصالح المصرية. نحن أمام الزيارة الرابعة للرئيس عبد الفتاح السيسي في نيويورك، هذه المرة تختلف عن سابقتها، ربما كانت سابقتها تلقي ظلال الأحداث في منذ ثورة 30 يونيو على كلمة الرئيس في تصحيح وجهة النظر المغلوطة عما جرى في مصر منذ هذه الثورة، ومحاولة تكريس صورة غير صحيحة لمجريات الثورة المصرية في 30 يونيو. اليوم مصر أكثر استقرارا، أكثر ثباتا، أكثر انفتاحا، أكثر تقدما واستعدادا للانطلاق الاقتصادي، سوف ينعكس ذلك بشكل كبير في لقاءات الرئيس الثنائية، وكذلك في لقائه المهم والمرتقب يوم الأربعاء مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب. وخليني هنا أقول لسيادتك أن الرئيس الأمريكي جرت العادة أن الرئيس الأمريكي يلتقي على هامش زيارة الأمم عدد محدود جدا من الرؤساء والقادة، حيث يعني كل الرؤساء والقادة هي اللي بتطلب لقاء الرئيس ترامب، والحقيقة دايما بتبقى الإجابة حسب ما يتراءى جدوله هو، لكن هذه المرة البيت الأبيض هو الذي أعلم عن هذا اللقاء. وجاءت لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الأمريكي بطلب أمريكي حسب ما أعلن البيت الأبيض، وده يؤكد على قوة الدولة المصرية ومكانتها وسعي الولايات المتحدة إلى محاولة يعني تبديد سحابة الصيف التي مرت بالعلاقات المصرية الأمريكية منذ قرار يعني تجنيب المعونة. يعني هنا يعني هذه الزيارة كما قلت أستاذ أحمد أنها تأتي مخالفة لكل الزيارات الأخرى، من حيث أن مصر هنا تعرض ما حققته من جهود في التنمية لا يمكن أن تخطأها أي عين، يعني سواء كان جهود أو إنجازات في الإدارة السياسية أو الإصلاح الاقتصادي. ده حقيقي، يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي بينتهز هذه الفرصة دايما وهذه الفرص الدولية في عرض أمرين. أولا الجهود والتجربة المصرية في مواجهة الإرهاب، حيث حاربت مصر الإرهاب نيابة عن العالم، هذا الشعب المصري، ربما أكد هذا الرئيس على هذه النقطة تحديدا أمام مؤتمر الشمول الدولي قبل سفره إلى نيويورك.
كذلك ايضا التجربه المصريه في الاصلاح الاقتصادي بعد ان اصبح مصر احد اهم المقاصد الاقتصاديه الجاذبه خصوصا مع الشهاده الدوليه، وده ربما هيكون منعكس في لقاءات سياده الرئيس مع المنظمات والمؤسسات ومجتمع المال والاعمال هنا في نيويورك. هذا بالاضافه الى قضايا سياسيه اخرى ربما هيجي في اطارها جلسه مجلس الامن بخصوص عمليه حفظ السلام في الامم المتحده، خصوصا وان مصر سابع اكبر مساهم في قوات حفظ السلام الدوليه. الدوله المصريه عبر تاريخها هي الدوله التي جاءت بفكر الضمير، وهي التي علمت العالم القيم الانسانيه، ومن ثم كان لها دور بارز في قوات حفظ السلام لحفاظ السلم والامن الدوليين وحق الشعوب في الحياه. هذه الدبلوماسيه يعني الاخلاقيه التي يعني هنا ايضا يعني في هذا السياق اذا يمكن أن نقول أن مصر نجحت في سنوات قليلة كما قلنا سيد أحمد بعد ثورة 30 يونيو أن تؤدي إلى ما يسمى بسياسة التشبيك الدولي والإقليمي أو الشراكة مع الدول الإقليمية والدولية، وطبعا ده هذا خيار يعني لمصر يعني وضعت فيه منذ أمد الزمان، وأيضا دورها المحوري في المنطقة مهم جدا، وهذا هو الذي يجبرها على الانفتاح مع الدول الأخرى سواء كان في الناحية السياسية مناقشة ملفات إقليمية مهمة أو في الناحية الاقتصادية. مصر دولة عمرها فوق 7000 سنة ومع وتوالى عليها عدد كبير من الحكام والرؤساء والزعماء. نكتشف أن مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في خلال 3 أعوام أنه الرئيس الذي يزور الدول لأول مرة في تاريخ الدولة المصرية أن يزورها رئيس مصري. منها أخيرا كانت فيتنام. ده بيأكد على اللي حضرتك بتقوله وبتأكد عليه، إن مصر منفتحة شرقا وغربا، مصر ليست لديها حدود في علاقتها، هي علاقتها متوازنة مع الجميع ولا تخضع لأي ضغوط وممارسات أو أمور خاصة بالتبعية الدولية. القرار المصري ينطلق من المصلحة العليا للوطن المصري. مصر هي التي تساهم حاليا بأكثر من 2569 من عناصر الشرطة والجيش والعناصر المدنية في قوات حفظ السلام. هي يعني مصر تقريبا السابعة عالميا في هذه المشاركات. ربما لهذه الأهمية جاءت مصر أن تكون حاضرة في جلسة مجلس الخاصة بمناقشة إصلاح عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة. وربما كمان هذه المشاركة المصرية المهمة حظيت بالإشادة والتقدير من كبر الفريق كارلوس لوتاي، ده المستشار العسكري لإدارة حفظ السلام بسكرتارية الأمم المتحدة، كان موجود في مصر في سبتمبر الماضي، وهو أشاد بهذا الدور المصري الكبير والفاعل. سوف يحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي دائرة حوار خاصة بمستقبل الملف الليبي. مصر هي دولة التماس ودولة التماس الحدودي مع ليبيا والأكثر تأثيرا وتأثرا بالأوضاع الليبية. وكانت الرؤية المصرية منذ اللحظة الأولى مع الشرعية في ليبيا، خصوصا فيما يخص مجلس النواب أو مجلس التشريع المنتخب، وكذلك الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر. وهذه الرؤية التي تبنتها مصر ودافعت عنها هي الآن تحظى بتقدير دولي. ربما كانت الدعوة الإيطالية الأخيرة للمشير حفتر هي انعكاس لهذا الدور وهذا الرهان المصري وهو تأكيد على صحيح الموقف المصري، وهو دور قوي حقيقة ومحوري في الناحية الإقليمية والدولية. سوف يظهر أيضا في هذه اللحظات عند زيارة السيد الرئيس واجتماعاته مع القادة والرؤساء. أشكرك جدا من نيويورك الأستاذ أحمد باشا رئيس تحرير وزير اليوسف، كنت معي عبر الهاتف.